دقة قديمة. إيوة دقة قديمة، قديمك نديمك مع نواف قاري. آه يا صدقة، يعني أنا ماني عارفة أشكي لمين، أشكي لك ولا أشكي عليك ولا أشكي منك يا شيخ؟ هميتوني كلكم. شوف كل واحد البيت فيه ستة أنفار ولا أحد جالس معايا، ما غير أنا قاعدة أكل في الفصفص ده، لين حسيت نفسي بغبغان. إيش فيكي؟ إيش فيكي؟ هو مين يتحملك أنت ولسانك هذا اللي يكنس ويرش؟ إيش فيه؟ زي ما أنت شايف، ولا أحد يجلس معايا ولا أحد يتكلم معايا، وطول الوقت كل واحدة في كل واحد في غرفته، والأولاد حتى أحفادي اللي أنا فرحانة بيهم مرة، فلت قلبي تنفتح كده لما أشوفهم وأحضنهم وأشمشم فيهم. شمشم إيش أنت كمان؟ ما بيجي إلا تغني لهم وردتي وزهرتي. خلاص أهدي أهدي، أنا أعرف أتصرف معهم. شوفي دحين أنا أديك الحل، لازم تحطيه في راسك، دايما اللي يبغى ياخد يعطي، وانتي دحين عشان تبي تاخدي منهم عاطفة وحب لازم تعطيهم. عندك مثلا فهمي، فهمي دايما يحب اللدو، من يوم ما اتزوج بنتك وهو يحب اللدو. قد فكرتي في يوم من الايام تسوي له لدو بيتي كده تفرحي قلبه؟ هادي عندك حاجة سويها. عندك بنتك رقية، رقية تحب الدلع وتحب كده لما تضفري لها شعرها وتلبسيها داك الفستان كده وتقعدي انت تتغزلي فيها. جربي. الأولاد الصغار طول ما هم جالسين بيلعبوا بصوتك اللي يلعلع هذا، بس يا واد بس يا بنت، انت بتكسر، انت بتفكفك، انت بتشعبط، خلاص حسستيهم انهم جوة القفص. خليهم، جيبي لهم العابهم، اتحملي ازعاجهم، ديك الساعة حتشوفي. هيا قومي قومي الله يهديكي وانا اتصرف معاهم. يا رقية يا بنت رقية، يا عيال ايمن فهمي يا زوزو، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ما يبغى لها إلا حل واحد، وأخرجهم كده من جحورهم. أفتوا بالله على وقفتك كده، أنسلي لي سلك المودم حق الإنترنت. إيش هذا؟ ما أقدر أكمل Game of Thrones يعني؟ ماني فاهم يعني إيش مشكلة النت عندنا هنا؟ شكلهم قطعوا النت يا بابا. بلا نت بلا بلا، أمكم دي ما هي الشغالة حقتكم، ما جبتوها بالتأشيرة، لها واجب تاخدوا رضاها وتدلعوها. متى آخر مرة سلمتي على يد أمك ولا حتى على يدي؟ ألحقي خدي رضا أمك وخدي رضايا، يلا قومي سلم على يدي، يلا روح سلم على راس أمك ودلعيها. دقة قديمة. إيوة دقة قديمة، قديمك نديمك نواف قاري.